ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ صالح الخواجة المختص في الشأن الإسرائيلي عبر الهاتف من رام الله. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. إذن يعني بين إقالة جالنت وتعيين ساعر، صراع داخلي داخل الحكومة الإسرائيلية، مصير الخلافات حول الحرب في الشمال برأيك؟ أولا ما ترى من انقلاب على المزاج الشعبي العام من اتخاذ هذه الخطوة بإقالة جالنت وتعيين حليف جديد لتوسيع الحكومة وتحسين الحكومة بأصوات كما ذكرتم في التقرير بأصوات انتخابية جديدة في الكنيسة، كانت هي محاولة لتمرير عدد من القضايا، وخصوصا أن هذا الشهر بالتحديد كان سيتم البدء بالتحقيق في قضايا الفساد الذي وجهت لنتنياهو وتم تأجيلها بسبب الحرب، والآن يبحث عن أسباب جديدة ليستمر في عملية التجديد والتغيير والانقلاب حتى على القوانين الداخلية والتشريعات الداخلية، وهذا ما يخطط له نتنياهو. بالأمس وضح جالنت أسباب الخلاف الرئيسية في مؤتمر صحفي، وأظهر أن القضايا الخلافية قضايا المخطوفين وإعادة المخطوفين، ويعتبر أن نتنياهو لا يريد الهدنة، واعتبر نفسه أنه كان في الموقف الأقرب لأهالي المخطوفين. وثانيا موضوع الحريدين، الحريدين هو أقر بعملية تزيين 7000 مجند جديد من الحريدين لصالح الجيش المنهك، والمتآكل كما تذكر عدد كبير من التقارير الإسرائيلية، والتكلفة الباهظة التي يتكلف بها الاحتلال من الاستمرار في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وهذا كان موقف خلافي إضافي، إضافة إلى القضية الأخرى وهي تشكيل لجنة التحقيق الذي أعلنها جالنت منذ شهور ورفضها وأوقفها نتنياهو. بالتالي اليوم نتنياهو تخلى عن الجيش لصالح حليف جديد يحافظ على ذاته على حساب ما يسمى أو ما يقال في كل الآراء والمواقف الإسرائيلية الرافضة لسياسة نتنياهو بأنه انقلاب جديد وإجرام جديد في حق ما تسمى. طيب أستاذ صالح، يعني ماذا بعد إقالة نتنياهو لجالنت وتعيين كاتس؟ وحين نتحدث عن انعكاسات هذا الأمر على مخطط نتنياهو في غزة ولبنان، أولا الانعكاسات كانت داخلية في إسرائيل. قبل الحديث عن المناطق المحيطة، بالأمس خرجت مسيرات وأحرقوا الإطارات وخرج بعشرات الآلاف في المدن الرئيسية للمستعمرات، سواء كانت في تل أبيب أو في القدس أو حيفا، وهذا في اللحظة اللي هناك طوارئ مشددة وتعليمات مشددة بعدم التظاهر في مسيرات كبرى بسبب احتمالية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. ولكن هذا التحدي وهذه المخاطرة وبهذا الحشد الكبير وبدون تحضيرات مسبقة بهذا الكم وبهذا العنفوان، هي رسالة أن جالنت قد يشكل حارس ضغط جديدة بإقالته على نتنياهو، ولكن على المستوى الشعبي، وسيبقى نتنياهو محصن نفسه على المستوى السياسي وعلى المستوى البرلماني في الكنيسة الذي يحمي إمكانية إسقاط الحكومة. ولكن التحولات الجديدة في ظل أن خبرة حليفه الجديد في كاتس في الجيش هي محدودة، وهو بالمناسبة لم يخدم في الجيش، ومن سيقرر اليوم في كل قضايا الجيش هو نتنياهو، ولكن هذا حليفه الاستراتيجي في التطرف في موضوع الاستيطان في موضوع رفض الانسحاب من قطاع غزة، وكان نتنياهو وهو ونتنياهو في حلفاء ضد شارون في عملية الانسحاب، وبالتالي سيكون هناك تطرف كما الحال لبن غفير وسموتريتش، عبارة عن ميليشيات متطرفين يستغلوا مواقعهم السياسية في الحكومة لتمرير المشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وهذا الهم الأول لهم. ولكن ما سيجري في قطاع غزة
أو في شمال فلسطين، هذا الموضوع المكرر الأول والأخير سيكون نتنياهو، ستبقى الأوراق في يد نتنياهو، ونتنياهو سيهدد باقي الأجهزة الأخرى أو قيادة الأجهزة الأخرى التي ترفض سياسته، وخاصة الشباك والموساد وبعض التباينات في هيئة الأركان. كلها ستظهر في الأيام القادمة كيف سيكون الأمر. وكان يخشى أن يكون هذا بداية لتحول وانقلاب من الجيش وأجهزة الأمن على سياسته، واستبق الأمر من خلال هذا التحالف الجديد الذي يعتقد أنه حصن نفسه سياسيا وبرلمانيا للمرحلة القادمة. نعم، شكرا لك الأستاذ صالح الخواجة المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله.